إعلام الله للملائكة بخلق آدم. قال تعالى: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. سنشرح هذه الآيات بشرح مختصر ونذكر المهم عندنا في قصة آدم عليه الصلاة والسلام. خليفة يعني يخلف بعضهم بعضا. الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام مسموع، له صوت وحروف، يتكلم متى شاء بما شاء مع من شاء كيف ما شاء، بكلام يليق به سبحانه وتعالى لا يماثل كلام الخلق. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هذا الاستفهام من الملائكة عليهم السلام لم يكن للاعتراض، بل كان للاستعلام. ما الحكمة يا رب من خلق الإنسان واستخلافه في هذه الأرض؟ وسألوا الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى أجابهم، فقال سبحانه وتعالى: قال إني أعلم ما لا تعلمون. إذن هناك حكمة قدرها الله سبحانه وتعالى لاستخلاف هؤلاء في الأرض. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ. خلق آدم عليه الصلاة والسلام من تراب، ثم بعد هذا التراب أضيف إليه الماء فأصبح طين، ثم بعد هذا جف فأصبح كالفخار بلا روح، ثم نفخ الله سبحانه وتعالى فيه من روحه، يعني روح من الأرواح آدم عليه الصلاة والسلام، روح من الأرواح التي خلقها الله وأضافها إلى نفسه تشريفاً.